قامت هذا اليوم وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدا مدعمة بمروحية السرب الجوي ورئيس الرصد الجوي لثلاث أشخاص يقومون بإضرام النيران على مستوى غابات ولاية سكيكدا ببلدية تمالوس سكيكدا على الفور. تم إخطار الوحدات العاملة بالميدان وتوقيف الفاعلين ليتم على الفور إخطار السلطات القضائية المختصة، أين تم مباشرة التحقيق تحت إشراف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدا. وعليه أنتهز هذه الفرصة لتحسيس ولفت انتباه المواطنين بضرورة التبليغ عن أي محاولة لإضرام النار سواء كانت الأرض مملوكة للفاعل أو للغير، وهذا بالتبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني.